نعم، أنا أتوقع بالحقيقة أنه في قادم الأيام ستكون هناك ضربة إسرائيلية تجاه إيران، لا سيما بعد دخول طائرات الريفيولينج. يعني أنا في تقدير أنه إسرائيل لن تدفع الولايات المتحدة إلى المشاركة بشكل مباشر في أي ضربة توجهها إلى إيران، لأنها بعد إذا حصلت على تقنية عالية جدا. الـ F-35 الآن موجودة في إسرائيل، وهي طائرة قادرة على تخطي الرصد الراداري، يعني من طائرات الشبح، قدرتها التدميرية عالية جدا، طائرة تفوق لا تتفوق على الـ F-22، ولكنها توازيها. يعني الولايات المتحدة يعني استأثرت بطائرة الـ F-22 كجزء من أمنها القومي، ما رادت تنزلها إلى السوق حتى لأقرب حلفائها، ولكن وجدت بديل الـ F-35، طائرة تفوق يعني عالية الكفاءة وطائرة شبح أعطيت إلى إسرائيل. كانت تحتاج إسرائيل إلى طائرات الريفيولينج واعتمادها على طائرات الأرضاع الجوي الأمريكي تلقائيا، ستعاد أن الولايات المتحدة تشارك في هذه العمليات. نعم، حصول إسرائيل على هذه الطائرات سيؤمن لها ضربة جوية في العمق. نوع التسليح الذي تمتلكه والقنابل الذكية التي قادرة على اختراق الكتل الخرسانية لمسافة أو لعمق 100 متر، 60 متر قدرة تدميرية، و40 متر بعد التفجير والتدمير الذي يحصل، فلا توجد تحصينات قادرة على أن تصمد أمام هكذا نوع من الأسلحة الفتاكة والأسلحة المتطورة جدا. فاحتمالية أن تكون هناك ضربة طيب من قبل إسرائيل للمفاعلات جميل النووية الإيرانية واردة جدا، لا سيما أن احنا جميل جدا، ولكن دعني أستغل هذا الأمر بأقل من دقيقة إذا سمحت لي. هل هذا الأمر وهذه التفاصيل التي ذكرناها الآن ستستفز الفصائل المسلحة الموجودة في العراق؟ هو بعض الأحيان قد تكون ردود أفعال، ولكن نقرأ في البعد العسكري القدرة القتالية التي تمتلكها هذه الفعاليات في إلحاق الضرر أو إلحاق الأذى، هذه أمر مستبعد، لأن الولايات المتحدة انسحبت من المناطق التي تصنف أنها مناطق واهنة وتحصنت بشكل دقيق جدا. يعني ما يطلق عليه بالحزام الضامن لأمن القواعد، أمن للقواعد الجوية بما فيها على سبيل المثال قاعدة عين الأسد، ما يطلق عليه بالحزام الضامن سواء كان من النيران المباشرة أو غير المباشرة أو من الاستهداف المباشر بخط ناري صاروخي ومدفعية السيرام التي هي مدفعية ثبتت كفاءتها، فضلا عن أنه الفعاليات التي قادرة على أن تنتج مثل هكذا ضربات هي منظورة من قبل السيادة الجوية وإمكانية الرصد والاستمكان المتاحة وكذلك عمليات الرد. ففي تقدير الرد سيكون ردا متواضعا لا يتناسب والتهديد الذي يصدر من هذه الجهات.